شركة كلوز من بين الشركات العالمية الرائدة بما تقترحه لمتعامليها من أصناف معروفة وبرامج أبحاث غنية بكل أنواع الطماطم للزراعات المحمية أو المكشوفة. تحتل الطماطم في الحقول المكشوفة مركز مهم من بين الأصناف التي تروجها كلوز عالمياً. فيما يخص الطماطم الدائرية غير المحدودة التي تتمتع بمقاومة عالية لفيروس تي واي، على سبيل المثال للحصر تيم جاد أعطت نتائج جيدة، وتوبسي سويت التي تم تسويقها حديثاً والتي تتمتع بكم هائل من المقاومات ونوعية جيدة للثمار. فيما يخص الزراعات الربيعية الموسمية تعد بشرة صنفاً واعداً لقي من المنتجين قبولاً كبيراً، إضافة إلى أصنافنا الجديدة التي أعطت نتائج جد واعدة. لدينا أصناف من الطماطم محدودة النمو المدعمة بالمقاومة لفيروس تلك والموجهة للزراعات آخر موسمية. كما هو معروف شركة كلوز رائدة في منطقة واد سوف بصنف سليمة الغنية عن كل التعريف. مؤخراً قمنا بتعزيز قائمة منتجاتنا بصنفين أنغورا وجولانار. جولانار صنف مبكر يتميز بنبتة قوية ومقاومات عالية للأمراض، الثمار ذات نوعية جيدة من حيث اللون التجانس والصلابة. هناك أنواع أخرى قيد التجريب موجهة للزراعات آخر موسمية لمنطقة الجنوب والزراعات المسندة للغرب الجزائري. والآن ننتقل إلى أصناف الموجهة للصناعات التحويلية. CXD255 صنف غني عن التعريف يتأقلم مع الجني الميكانيكي، يتميز بنبتة قوية وثمار صلبة ومتجانسة. أوليفانزا صنف يتأقلم مع كل الظروف الإنتاجية ويتميز بتغطية جيدة وثمار صلبة مما يسمح بالجني الجماعي. فاكيرو صنف قريب جدا من أوليفانزا ويتميز بثمار كبيرة الحجم. وأخيراً ليفينغستون صنف أبهر الفلاحين بمردوده العالي، يتميز بشكله الطويل للثمار. لدينا أيضاً أصناف جديدة قيد التجارب موجهة للاستهلاك المباشر والصناعات التحويلية. خلال يوم الحقل الافتراضي نقدم لكم ثلاث أنواع من الفلفل الحار، هوت بانانا، انايام، خالابينو. فيما يخص نوع هوت بانانا نقدم لكم نوعين متميزين. النوع الأول جولدن هوت الذي يتميز بإنتاجية كبيرة وعقد ممتاز ومذاق حار جدا. لدينا أيضا الصنف 368 الذي يتميز بعقد عالي للثمار مع استمرارية في الإنتاج حتى في الظروف الحارة، يتميز بثمار ثقيلة ذات جودة عالية مستقيمة وذات لون جذاب. هذا الصنف صالح للزراعات المغطاة شمالاً وفي الحقل المكشوف في كل المناطق، وهو صالح أيضاً للصناعات التحويلية. أما بالنسبة لنوع أنايام لدينا الصنف 502 الذي يتميز بنبتة ذات تغطية جيدة، ثمار ذات جودة عالية مع إمكانيات إنتاج كبيرة. أما بالنسبة للنوع الثالث خالابينو لدينا الصنف إينيك ذو الجودة العالية، جد مبكر وثمار جذابة. Thank you.